الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله في هذا الموضوع، وهو قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ومعلوم لدى كل مؤمن ومؤمنة أن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي من أفرض الفروض ومن أوجب الواجبات. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأي زول يدوه الآيات من كتاب الله عز وجل والأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكابر ويأبى، فهذا إنسان ضال منحرف لا سبيل إلى هدايته. لأن زول أدوا أعظم الكلام، كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما بدأ كتاب الواسطية قدم له بمقدمة قبل ما يخش لك في عقيدة المسلم، أداك مقدمة مهمة جدا. قال: لماذا يجب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأن كلامه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدق الذي لا كذب فيه. لما يقول لك الله قال أو الرسول قال، ده ما فيه كذب، ده نمرة واحد. نمرة اثنين: لأن أخواننا ربنا سبحانه وتعالى يحب لعباده أن يشكروه وينصح لهم في ذلك، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشفق الأمة على الأمة، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالحرص والشفقة التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان الصفتان نتيجتهما ألا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما فيه الخير لنا أحسن من اختيارنا لأنفسنا. ثالثا: لأن الله عز وجل هو الأعلم بأي أمر، له العلم المطلق، وكذلك رسول الله هو أعلمنا بالله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما قال العلماء اجتمعت فيه صفتان: الصفة الأولى أنه لا يخشى إلا الله، كما قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب عائدا من العباد. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتغل دعوة ما دار يدو قروش زي ما بيعملوا الدعاة الآن. واحد من أخواننا قبل ضرب لي من سنار، جايبين قال محمد الأمين إسماعيل في قناة ساهور، والله فهمت، جايبينه مع محمد أحمد حسن واحد تاني، فهمت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما داير قروش، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام قال: وأوتيت مفاتيح كنوز الأرض. صلى الله عليه وسلم ما داير قروش ولا داير حاجة، وإنما يرجو ما عند الله. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فهمت. أما غير الوحي والكتاب والسنة فلا يقبل إلا إذا وافق الكتاب والسنة، فهمت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. الشاهد من الكلام يا أخواننا، أي زول يدو آية أو يدو حديث ما يقبل ده زول ضال ضلال بعيد. ولذلك ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا
بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. زول مسلم ويقول أنا مسلم وأكل حلاوة المولد وكمل كلا وزول عمره 40 سنة أكل حتى العروسة فهمت؟ تجي تدي وآية يا زول الله قال تلقاه بكوري فهمت؟ عشان كده الزول بيخلي آيات الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه بالعباد المضلين. أخونا بشوك ضرب له واحد من أخواننا في كادوغلي قال في شيخ اسمه موسى أبو قرون فهمت؟ موسى أبو قرون ده قال لك الشيخ النوام والله قالوا اسمه الشيخ النوام ده بيقعد أسبوع كامل نايم طقيق حاجة ستة لا يقول لك ده من كراماته إنه كان بنوم أسيدي كرامة أزال ده قالوا مات قبل فترة الجماعة بيجي بيتبركوا بالناموسية يا زلمة البعوضة بيتبركوا والله أخواننا كلام غريب. الركاني قال أول صالح دعا الله جاو غيث من فول قال فهمت؟ جاو غيث من فول ودا كراماته إنه كان بنوم. وصوفي تاني كده يجيب الكتاب ده الصفحة 143 أزاهير الرياض فهمت؟ الكتاب ده الصفحة 143 أو 134 134 قال لك الشيخ من كرامات الشيخ إنه الشيخ قال مات له مريد ليلة الصوفية ربنا قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ده كتاب أزاهير الرياض لعبد المحمود نور الدايم انت قبطوا في طابق بيطوفوا بهم ملايين الناس خليفته الآن اسمه الجيلي النسوان بيجلوا للولد وهو ما عنده ولد والله جد يقول أبو الشيخ ادينا الولد ده ولد وينه يا زول انت مسكين ما الولد ده عند الله يا زول. الميم قال من كرامات الشيخ عبد الله بن علوي ده من الأولياء بتاعنا السمانية قال ومنها أن رجلا أنشدوا أبياتا تتعلق بالبعث والحساب فتواجد صاحب الترجمة وخر مغشيا عليه فلما أفاق قال للرجل أعد الأبيات فقال الرجل بشرط أن تضمن لي الجنة فهمت؟ قال فقال ليس لي ذلك ولكن أطلب ما شئت من المال فقال الرجل لا أريد إلا الجنة. ده قال في واحد جاءوا ضيف على الشيخ عبد الله بعلوي قام قرأ له أبيات بيذكر بالنار والجنة قام من شدة الخوف صعب صعب قال بعد شوية قال له بعد ما فاق قال له يا شيخ أنا دارك تضمن لي الجنة وطبعا الصوفية عادي ممكن يضمن لك الجنة قل لك من أكل طعامنا دخل الجنة فهمت؟ ومن دخل طريقتنا دخل الجنة. وهنا قال له من دفن بيني وبين الشيخ أحمد الطيار فإنه لا يعذب بنوع من أنواع العذاب فهمت؟ هنا قال الشيخ قام قال له اطلب لي الجنة قال له قول داير قروش لا قال لي الجنة قال ان حصل لنا شيء ما كرهنا ودعا له بالجنة فحسنت حال الرجل وانتقل الى رحمة الله تعالى وشيعه صاحب الترجمة وحضر دفنه وجلس عند قبره ساعة فتغير وجهه ثم ضحك واستبشر. بعد ما دفن الزول الانشد لنا بياض بعد شوية الزول الانشد الابيات الزول العبد الله بعلوي كشر وشه بعد شويه ضحك. قال فسئل عن ذلك فقال ان الرجل لما ساله الملكان عن ربه قال شيخي عبد الله بعلوي. قال له من ربك الملكين؟ قال عبد الله بعلوي. يا ناس بالصوفيه فهمت؟ ونحن ما بدونا فرقه معاهم. الليله حمد المنتصر لما جابوا حلقه بتاعت اخونا شيخ مزمل في جون فهمت؟ والحمد لله كانت اي دقيقه بسبع اجوال الحمد لله فهمت؟ بدا يكوري والوهابيه كتروا ويا ناس الحكومه ما عارفين انا انت بتوري الناس الحكومه بيعملوا في شنو؟ هذا الشغل ده توحيد. انت ما دام شغال الان الغاز ماشي فوق منتصر حلقاته تزيد والغاز يزيد والله الزول ده لو ما وقفوه فهمت؟ الانبوبه تشتري لك اكثر والله جد والله لسه الدم جاي قدام ما شرك قاعد وضلال فهمت؟
ذلك. الملكان تعجبوا. قال ثم سألاه ايضا فاجاب بذلك فقالا مرحبا بك وبشيخك عبد الله. دين الملائكة. يعني اشوف الضلال ده كيف. عشان كده ربنا قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا. راجع الطلب علوي بعدين يلقنوا حجته في القبر. يقعد عين ده لو في طريقة بتاعت كلام فارغ زي ده. بتنتظر ما بيجي ما بيمجي. ربنا سبحانه وتعالى قال فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله. والله لا ينفعك وتحسونا لا عبد الله با علوي لا برع الغوم لا الختم لا الركيني لا الكباشي لا الشيخ النايم لا الشيخ الصايم كلها ما بينفعك. والله تتورط ورطة كبيرة جدا. ولذلك الدهر ينجو في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهمت الموضوع ده؟ بإنك توحد ربنا سبحانه وتعالى وتبعد عن جميع أنواع الإشراك. والليلة لنحن المواضيع اللي بنحاربها دي مواضيع كثيرة جدا. اللي بنحاربها دي مواضيع أبو جهل ما بيختلف فيها. الكتاب ده لو قراه أبو جهل والله يطق البرع في وجهه يقول يا متخلف دي درجة لك. الأولياء بتاعين أبو جهل وأبو لهب كانوا بيعتقدوا إنهم بس بيقربوهم لله. ما كان بيعتقد إنه بينفع وإنه يضر وإنه يعطي الجنة وإنه يهب الذرية. ولذلك وصيتنا لأهل السودان دارين